يا اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله جميعا. اليوم اول مره نصور برا، هذا اول حاجه. اخيرا نتنفس زي الناس. راح اطبخ طبخه هي زي ما قلتهم في العنوان، عباره عن ستيك. عندنا هنا ستيك الارخص او الجوده تكون فيه اقل، وهذا الستيك اللي جودته تكون اعلى وسعره برضه اعلى. فراح نجرب اللي جودته اعلى واللي جودته اقل، وبعد كذا راح نقيمه. قبل كل هذه راح نحاول نطبخها صح، بعدين راح نقيم. قبل ما يحتر الفرن خلوني ادفه شوي يمين، او شيء نتاكد هو شغال اصلا. ايوه، اول حاجه لازم نتاكد ان اللحمه نفسها ما هي ثلج مره، ولا هي يعني مره رايحه، تكون في بروده الغرفه. هذا اللي سمعت. اول حاجه نسويها هي عباره عن اننا نحط اللحمه. راح اختار لحمه غير هذه، خلي هذه بعدين، اختار هذه، احسها فنانه. حلوين. اهم حاجه في الستيك والمكون الرئيسي والاهم والوحيد هو عباره عن فلفل اسود وملح. هذه اللي راح نستخدمها بس في الستيك هذا، لان هو المكون الاساسي في الستيك. كل المقاطع اللي كنت اتعلم كيف اسوي ستيك كانوا يقولون لا، الملح والفلفل الاسود مكون رئيسي. اللي الحين راح نسويه، راح نرش الملح، ما هي مشكله الكميه. هذا اللي فهمته، نحط قد ما تقدر او تبغى. حاول طبعا، انا مغسل يدي، هذا شيء اساسي ولازم نتاكد منه. ما راح اكل شيء وسخ، لازم تنظف يدك يا حبيبي يا بطل. وبرضه نجيب الفلفل الاسود نرشها بهاي الطريقة، ما هي مشكلة الكمية again، ونخليها تشرب. الله الله. نقلبها برضه، ونفس الفكرة، نحط ملح، نقلب اللحمة الثانية. طيب الحين نتأكد ان النار مرة حامية، نحط الزيت، نسيت الزيت، بحيث انه يكون يعني يغطي شوي. انا نسيت حاجة مهمة، وزين اني ما بديت في الطبخ، لان هذه الحاجة يعني هي اللي تعطي انطباع اني انا طباخ ماهر. اتوقع في بعضكم عرف. دقيقة وجيب كذا، اتوقع تتقبلون مني اني اطبخ طبخات، تحسون كذا اني شيف فعلا صح؟ قبل ما يعني ما تتقبلون مني كثير. اللي تغير هو المظهر فقط، اهم شيء الجوهر يا شباب. دائما اقول لكم الجوهر لكن ما تسمعون. اول شيء هذا، هذا اللي جودته اقل، ناخذه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحطها في النار. لو يقرب المخرج طبعا. المخرج رجع الى بغداد لانه كان متوقع انه بتصير في انفجارات. نخليها ما نقلبها على طول، لا نخليها ابو دقيقتين كم. الحين مرت تقريبا 40 ثانيه، نخليها برضو دقيقه ونص عشان تصير مقرمشه او تبني طبقه. لو تلاحظون انا قاعد انقل الكلام بالضبط، تبني طبقه من القشره. كم حطيناها؟ دقيقة ونص تخمين ولا؟ لا لا لا. الحين راح نقلبه على الجهة الثانية ونقول بسم الله. يا سلام، بدأت تاخذ اللون البني الجميل، بس كان هنا في بهارات كثيرة. ما علي. هو عموما احنا جربنا في شو اسمه الأقل جودة. لو تلاحظون هذه قطعة صغيرة مرة، ومع ذلك سعرها غالي. فتقريبا الحبة هذه قيمة 3 حبات من هذه، أو مو تقريبا، هذا سعره. طيب الحين المفروض خلاص راح نحطها على الأطراف بالشكل هذا. ومن هنا طيب راح ناخذ القطعة وراح أحطها على جنب الحين. باقي خطوة نهائية، بس لازم نسوي هذه برضو عشان الخطوة النهائية. بس قبل هذه أبغى أقلل الزيت شوي لأنه كثير مرة. الحين جاء وقت الستيك اللي المفروض انه افضل، ويعني واضح من شكله اتوقع افضل من ناحيه السمك ومن ناحيه الدهون المشبعه. لو يا سلام يا سلام يا سلام. خليها هذه صدق دقيقتين، لازم نحسب يا شباب، غاليه. والحين جاء وقت اننا نقلبها للجهه الثانيه، ولو نلاحظ المويه اللي طلعت من نفس اللحمه مره صار كثير. جا الحين نقلبها للجهة الثانية بسم الله. هو اللون كذا ولا؟ الحين راح نجهز الخلطة اللي راح نحطها مع الستيك، عشان كذا طلعنا هذيك بدون ما نحط الخلطة، لأن ما نبغى نعفس الصينية نفسها. نخلص استواءهم اثنينهم
ونحطهم بعد شوي اثنينهم ونحط معاهم الخلطة. الخلطة هي عبارة عن فصين ثوم، وعلى حسب ما سمعت ان نحطهم كذا عادي على طول، مو لازم تقطعهم ولا لازم اصلا تشيل القشرة حقتهم، نحطهم على طول. نحط برضو شوية زبدة. شفتم الشجرة هذه؟ راح ناخذ منها قطعة صغيرة. نحطها هنا ونحطها الثانية هنا. هذا عبارة عن اكليل الجبل. له اسم ثاني والله ما اعرف شو، بس اللي اعرفه انا اكليل الجبل. راح يعطي طعم للستيك مرة رهيب. ناخذ الستيك. اوه الريحة، والله ريحة طرب. نحطها بالطريقة هذه من كل الجهات. الحين راح اجيب القطعة الثانية وراح اخليها معاها عشان تشرب الخلطة اللي موجودة هنا. هي جاهزة بس عشان تشرب الخلطة اللي موجودة. اجيبها للجهة الثانية. هي خلاص جاهزة، النار مرة طافية بس عشان تشرب الخلطة اللي موجودة هنا. مو مرة طافية يعني، خلاص يعني طافية تعتبر. كذا يكون الستيك جاهز. جاء وقت الحين اني احط لكم في طبق تقديم. طبعا هذه اسرار المهنه ولازم اوريكم اياها. راح اسويه في طبق رهيب كذا، وبعدها راح نذوقه سوا ونقيم الستيك اللي سويناه. اعطيكم التقييم النهائي اذا تسوونه ولا. الحين جت اهم فقره في اليوم واهم فقره بعد الطبخه اللي سويناها. اول حاجه راح اجيب لكم الطبق اللي جودته اقل وسعره برضو اقل. خلونا نشوف شكل الطبق بعد ما زينته وسويت حركات بركات. انا من يوم لبست هذا ما احس نفسي رديف. وهذا هو شكل الطبق النهائي للستيك اللي اقل جوده. زي ما نلاحظ هنا، حتى لو تلاحظون الثومه جبتها وجبت هذه هنا. البطاطس خليته ياخذ نفس قليته في نفس المقلاه التي قلأت فيها هذا الستيك. الحين جت فقرة اني اذوق الستيك، بس قبل كذا لو تعطينا يا مخرجنا الطيب المشروب. ان شاء الله انه يكون مضبوط. لو نلاحظ الاستواء كيف، يا سلام يا سلام. اتوقع هذا يعني تقريبا استواء كامل الا شوي تقريبا. ايش في هذا ما تنقطع؟ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونذوق اللحمة. ابغى اجربها بالصوص يمكن يطلع احلى، لان اللي ذقته لحمه مستويه ولحمه حلوه يعني، ما هي بشينه ابدا، بس يعني ما حسيت انه واو، عرفتم؟ بس ممتاز، والله ممتاز. كيف اقطع ذي؟ اوه خلونا الحين نجرب الصوص الباربيكيو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونذوق اللحم. مع الصوص طالع مره حنا. نقول بسم الله مرة ثانية ونجرب اللحمة اللي بعد ما حطيتها بالصوص، طالع طعمها رهيب. لأنها قبل كانت لحمة يعني، لكن مع الصوص حسيت طعمها طلع مرة رهيب. قبل الصوص حلوة بس تحس ناقصها حاجة، عرفتوا؟ ناقصها كذا شيء، عرفتوا؟ بقول لكم بكل صراحة تقييمي للحمة اللي جودتها أقل راح اقيمها بعد اللحمه اللي جودتها اعلى. ليش؟ لان الحين هذه بالنسبه لي ممتازه، بس بشوف هذيك وعشان افرق بالضبط. فخلونا نروح للستيك الثاني وبعدها نقيم تقييم نهائي. الحين جاء وقتنا نجرب اللحمه اللي جودتها اعلى وسعرها برضو اعلى. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم وخلونا نذوق اللحمه. حتى طريقه التقطيع في اللحمه هذه غير. لو نلاحظ هذيك كانت شوي ما ادري كيف، فهمتوا؟ شوف هذه تمشي معاك. طبعا السكينة هي في النهاية حقت فواكه اتوقع. لكن الجود بالموجود. طبعا انا احب السواء تقريبا كامل، تقريبا اتوقع انه كذا كامل. في ناس يفضلونه النص السواء، يقول لك انك تظلم الستيك ومدري وشو. انا صراحة ما احبه ياكل دم، فاحسه كذا افضل. لو تلاحظون الطبقة هذه افضل بكثير. زي قبل شوي راح اجرب بدون اي صوص، بدون اي حاجة، وبعدها راح نحط بالصوص ونشوف كيف يطلع. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة بدون استهبال، طعم اللحمة هنا أفضل من طعم اللحمة اللي جودتها أقل بكثير. حتى ما أعرف أوصف لكم، لكن تحسها صدق، تحس بطعم الغالي. ها إيه، تحس إنها غالية صدق، ما تحس يعني كذا أي كلام. لا والله حقيقي في فرق، وفي فرق مرة واضح. نجربها الحين بصوص الباربيكيو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم.
اي واضح صراحة سعره غالي لكنه يستاهل، والطعم مبين وواضح، وجودة اللحمة هذه أفضل من اللحمة الثانية بكثير. خليني أجيب لكم اللحمة الثانية عشان تشوفون كيف شكلها. لو نلاحظ سمك اللحمة هذه يفرق عن سمك اللحمة هذه بشكل واضح جدا. برضه اللحمة هذه تحسها كذا، عرفتوا كيف؟ لكن هذه عكسها، يوم انطبخت باقي فيها شكل، هذه كذا تحسها صارت ناشفة بزيادة. وفي الطعم أقسى هذه، وبرضه لما قطعتها كانت أقسى، عكس هذه اللي كانت طرية ولينة وطعمها أفضل بكثير. فأخيراً أقدر أقول لكم إني أنا لبست طقم الشيف وصرت شيف رسمياً. قيموا الشكل يا شباب، والله تعبت. استاهل زر اللايك وزر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات، وكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. شكراً لك عزيزي المشاهد على المشاهدة، أشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي. لا تنسوا تضغط زر اللايك، تشترك في القناة، وفعل جرس التنبيهات، وأشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي. مع السلامة.